حتى اللحظة يعني لا توجد مؤشرات حقيقية على انخراط مثلا حزب الله أو سوريا في هذه المعركة، الذي يمكن أن يذهب بالأمور إلى احتمالات أكبر هو خطوط حمراء رسمها حزب الله مع قوى محور المقاومة. المرحلة الأولى من الهجوم الشامل ستكون في الحقيقة كارثية، لأنه سيتم إطلاق عشرات آلاف الصواريخ. الأمور حينها متاحة لقصف المطارات وقصف كل الأهداف الاستراتيجية. أستطيع أن أؤكد أن وضعية لبنان حتى لو دخل المعركة ستكون ضمن تحييد السكان. لهذا جاءت حاملة الطائرات الأمريكية وجاءت حاملة الطائرات البريطانية ومجموعة الخدمة والمرافقة مع الحاملتين. بعد أسبوع تقريبا من معركة طوفان الأقصى، إلى أين تتجه اليوم المعركة؟ في الحقيقة يعني هذه المواجهة هي يعني هذه أكبر من معركة، يعني حتى نكون واقعيين. والاتجاه الذي تتجه إليه يعني فيه الكثير من الاحتمالات، لكن قبل أن أشير إلى احتمالات المرحلة القادمة لابد من التأكيد بأن هذه المعركة حققت المفاجأة بأبعادها ثلاثة: الاستراتيجية والتعبوية العملياتية والتكتيكية. وهذا في الحقيقة لم يحصل منذ 50 عام، حين حقق المفاجأة الثلاثية الجيشين السوري والمصري. وبالتالي يعني هذه إشارة إلى أهمية ما تم من خلال هذه المعركة. المسألة الثانية المهمة أيضا أنه مقابل هذه المفاجأة هناك فشل إسرائيلي ثلاثي أيضا، استخباراتي وعسكري وإعلامي، لأنه الآن هناك معركة إعلامية كما يعني تدور، وهي معركة كبيرة إلى جانب المعركتين الاستخباراتية والعسكرية. بتقديري حتى اللحظة يعني لا توجد مؤشرات حقيقية على انخراط مثلا حزب الله أو سوريا في هذه المعركة، لأن الوضع في سوريا هادئ، على الجبهة السورية هادئ، الوضع على الجبهة اللبنانية لا يزال ضمن مرحلة إرسال الرسائل وضمن قواعد الاشتباك المعمول بها سابقا. وإن كنا نشاهد طبعا احتكاكات وقصف متبادل ونشاهد يعني خسائر في صفوف المقاومة وقتلى في صفوف الإسرائيليين، إلا أن الوضعية لا تزال منضبطة تحت سقف قواعد الاشتباك. طبعا الذي يمكن أن يذهب بالأمور إلى احتمالات أكبر هو خطوط حمراء رسمها حزب الله مع قوى محور المقاومة، وهي يعني يمكن تلخيصها بمسألتين. المسألة الأولى وصول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى درجة غير محتملة، أو بالتالي يمكن أن تؤثر يعني على مجرى المعركة الحاصل حاليا. المسألة الثانية هي أن يستطيع الإسرائيلي تحقيق منجزات في المعركة البرية وأن يهدد بشكل حقيقي وجودية المقاومة والأهالي في قطاع غزة. دون ذلك أعتقد أن المعركة ستبقى ضمن النطاق الحالي، لكن يعني مع يعني ضرورة القول أن الاحتمالات قائمة وموجودة، وأن الانتقال إلى مرحلة المواجهة الشاملة يمكن أن يحصل يعني بشرارة بسيطة جدا، أو يمكن أن يحصل بخطأ، وهذا أمر وارد في الحقيقة. اليوم نحن بنعرف يعني الترند على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل، كله مجزرة غزة، يعني اللي يرتكبه اليوم العدو الإسرائيلي بحق الأطفال وحق النساء في غزة وحق كل إنسان موجود ضمن قطاع غزة، ما بيوصل إلى خط الأحمر يلي رسمه حزب الله؟ في الحقيقة ما يحصل في غزة هو مجموعة جرائم حرب وليس جريمة حرب واحدة. هناك إبادة، هناك تطهير عرقي، هناك استهداف غير مسبوق يعني في عمليات يعني التهجير القسري، هناك أيضا يعني قطع للمياه والكهرباء والمواد والإنترنت وما إلى ذلك. يعني هناك مجموعة من جرائم الحرب ترتكب الآن، وللأسف الشديد يعني ما يسمى بالمجتمع الدولي اصطف إلى جانب إسرائيل. ونحن عندما نتحدث عن المجتمع الدولي نتحدث عن الغرب الجماعي
بقيادة أمريكا التي تهيمن على مقدرات كثيرة في هذا العالم، وهذه يعني لم تتوقف عند هذا الحد، لا بل ذهبت أمريكا يعني بأكثر باتجاه يعني دعم الإسرائيلي بشكل واضح وتهديد من يمكن أن ينصر غزة سواء كان حزب الله أو غير حزب الله. إذن الأمور في الحقيقة يعني خارج النمط الآن. المشهد في غزة يحمل وجهين، يعني وجه مأساوي يتمثل بالقتل الجماعي بالمجازر التي تحصل، ووجه إيجابي يتمثل بقدرة المقاومة حتى اللحظة، ليس على الصمود فقط بل على الاستمرار في العمليات الهجومية من خلال إطلاق يعني الصواريخ بنفس الوتيرة التي انطلقت فيها منذ اليوم الأول. وهنا أود أن أشير إلى مسألة هي في غاية الأهمية، أن هذا الكيان قام على دعامتين. الدعامة الأولى هي الجيش، حين قال بن غوريون في مناسبة يعني تأسيس الكيان بعد سنوات من تأسيسه بوصف المجتمع الإسرائيلي بمجتمع المحاربين. الدعامة الثانية هي الدعم الغربي اللامحدود الذي كان سابقا دعما بريطانيا فرنسيا، ومن ثم انتقل بعد العام 1956 إلى الأمريكيين. الذي حصل الآن أستاذ مارون أن يعني الجيش الإسرائيلي تعرض لضربة كبيرة، ليس فقط في هيبته لا بل في صميم يعني تركيبته. وبالمناسبة يعني أخطر ما يمكن أن يحصل الآن للجيش الإسرائيلي على الرغم من حشد مئات الآلاف، هو أن الجنود الذين استدعوا إلى الخدمة من الاحتياط جاءوا إلى الميدان وفي أذهانهم صورة رفاقهم الذين قتلوا أو أسروا، بالتالي هم جنود مهزومون سلفا، يعني معرضون يعني للكثير من الصدمات بنتيجة ما حصل في غزة. تحدثت عن خطين أحمر بالنسبة لحزب الله لأنه يشارك بهذه الحرب، ولكن الخطين لهم علاقة بالوضع في غزة. هل هناك خط أحمر متعلق في الوضع في الجنوب إن صار خطأ ما بقواعد الاشتباك المرسوم اليوم عند الحدود؟ بالتأكيد، يعني أنا سأورد مسألة مثال سريع. أحد جنرالات الجيش الإسرائيلي المتقاعدين واسمه مردخاي كيدار نشر منذ شهرين أو أكثر قليلا مقالة بعنوان سيناريو يوم القيامة، وقال يعني في هذه المقالة التي يمكن الرجوع إليها في أي لحظة أن يعني المرحلة الأولى أن الهجوم الشامل ستكون في الحقيقة كارثية، لأنه سيتم إطلاق عشرات آلاف الصواريخ التي ستدمر وتلغي كل منظومات الدفاع الجوي، وبالتالي ستكون يعني الأمور حينها متاحة لقصف المطارات وقصف كل الأهداف الاستراتيجية في الكيان الصهيوني. انطلاقا يعني من هذا المثال، حزب الله الآن بات يمتلك يعني قدرات ردع يمكن وصفها بقدرة الردع الشامل أو التدمير الشامل، لأنه أي تعريض للمدنيين في لبنان أو أي تعرض للمدنيين في لبنان من قبل إسرائيل لن يكون على شاكلة ما حصل في 2006. المقاومة تمتلك قدرات كبيرة باستطاعتها أن ترسم معادلة ردع حاسمة في مواجهة الإسرائيلي، وهذا طبعا ستثبته الأيام. طبعا أنا أتمنى أن لا تنزلق الأمور إلى مرحلة يعني دخول لبنان على خط المعركة، لكن يعني في حال وصلت الأمور إلى مستوى غير محتمل أعتقد أننا سنكون يعني في قلب المعركة وليس على هامشها. هلأ هناك مشكلة في لبنان، أن لبنان يعاني من انقسام سياسي يعني حول مسألة المقاومة بشكل أساسي ومسائل أخرى، لكن تصريحات الأستاذ وليد جنبلاط الأخيرة منذ أيام يعني أعتقد أنها أعطت نوعا من التوازن في المسألة الأساسية بحفظ جبهة المقاومة الخلفية. لبنان يستطيع طبعا أن يتحمل لكن ضمن حدود معينة. أنا من خلال معلوماتي أستطيع أن أؤكد أن وضعية لبنان حتى لو دخل المعركة ستكون ضمن تحييد السكان. إذا ما استمر الإسرائيلي في استهداف السكان في لبنان بالتأكيد سيتعرض سكان إسرائيل إلى الاستهداف. وبالمناسبة ما يملكه حزب الله يعني من صواريخ دقيقة وغير دقيقة يعني هو في الحقيقة
يعني كل صاروخ يوازي قنبلة طائرة أو قذيفة طائرة أو صاروخ من طائرة، وبالتالي مستوى التدمير والإصابات في الكيان الصهيوني سيكون موازياً لما يمكن أن يحصل في لبنان. إضافة إلى مسألة أن يعني الصواريخ أسرع في توجيه الضربة من الطائرات، لأن الطائرات تحتاج إلى تجهيز وتحتاج إلى إعداد، وبالتالي يعني هذه المسألة هي مسألة تقنية صحيح، لكنها يمكن من خلالها الاستدلال على شكل المواجهة إذا ما حصل. على سيرة، ما زال أتينا على موضوع التقنيات ونوع الأسلحة وغيرها، يعرف الجيش الإسرائيلي، جيش العدو الإسرائيلي، أنه هو يمتلك طائرات سلاح الجو اللي هو إذا بدك بيقدر من خلاله يسيطر في كل المعارك اللي خاضها بالسابق. اليوم حزب الله هل عنده سلاح مضاد للطيران بعد ما كشف عنه، يخليه يجنب شوي إذا بدك منطقة الجنوب عن مصير غزة اليوم يلي عم تقصف من الجو؟ في معرض بعلبك الجهادي استعرض أو عرض حزب الله منظومة سام 6. صحيح هي منظومة قديمة، هي منظومة دفاع جوي، حتى يستطيع يعني أو يسمح حزب الله بعرض هذه المنظومة فهو بالتأكيد يمتلك ما هو أحدث منها بكثير. بالتأكيد لبنان سيكون محميا بأكثر من اتجاه. ودعني أقول لك مسألة يعني هي في غاية الأهمية، يعني في أي مواجهة المطارات الإسرائيلية ستخرج من الخدمة بالتأكيد. لهذا جاءت حاملة الطائرات الأمريكية وجاءت حاملة الطائرات البريطانية ومجموعة الخدمة والمرافقة مع الحاملتين، يعني لتكون منصة بديلة عن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي. طبعا هذا على المستوى التقني أيضا منذ سنوات وليس الآن أبلغ الطيارين الإسرائيليين قياداتهم أنه تم الإغلاق الراداري عليهم أكثر من 6 مرات فوق البقاع والجنوب اللبناني. الإغلاق الراداري على الطائرات يعني أنه يكفي أن يتم الضغط على زر إطلاق الصاروخ لتصاب الطائرة، وهذا بالتأكيد يعني كان رسائل. وإذا لاحظت يعني في الفترة الأخيرة انتهاكات سلاح الجو للمجال الجوي اللبناني باتت قليلة وحذرة انطلاقا يعني من هذه الأبعاد. أستاذ عمر، شو تصورك لنهاية المعركة اليوم في غزة؟ رح يضل معادلة حماس وإسرائيل، رح ينتصر تنتصر حماس أو رح تنتصر إسرائيل فقط؟ حسب ما هو قائم حتى اللحظة يعني لم تستطع إسرائيل أن تدمر المنظومة العسكرية لحماس، وأنا بتقديري على مدى تجارب يعني كبيرة في العقدين أو 3 عقود السابقة في كل أماكن العالم لم يستطع سلاح الجو تحقيق يعني مكاسب عسكرية أو نصر عسكري، وهناك أمثلة كثيرة يعني آخرها في أفغانستان، يعني سلاح الجو لم يستطع القضاء على يعني القوى العسكرية. وسلاح الجو الآن يعني بعد مرور 8 أيام وعلى الرغم يعني من القصف العنيف والغير المسبوق لم يستطع إيقاف صواريخ حماس. غير ذلك يعني المفصل الأساسي في هذه المسألة هو المعركة البرية، هل سيستطيع الجيش الإسرائيلي تحقيق يعني مكاسب في المعركة البرية؟ أنا أشك في ذلك، لأنه في العام 2014 استطاعت المقاومة فقط ب3 قواعد مضادة للدروع أن تمنع يعني الإسرائيلي من التوغل، لا بل أسرت له أسرى في تلك الفترة. الآن المقاومة تمتلك عشرات منصات المضاد للدروع وأسلحة متطورة وصواريخ متطورة وما إلى ذلك، وبالتالي في حالة واحدة يمكن القول أن المعركة يمكن أن تكون لصالح إسرائيل، هي يعني ضرب قطاع غزة بالقنابل النووية.